هذا حاليا تزايد في حالات الاستشفاء بالنسبة لمرض كوفيد 19، وهذا ما أدى إلى طواقم الطبية أنها حاليا وشبه طبية تشعر بإرهاق وتعب نفسي وجسدي. وبالتالي من خلالكم، من خلال قناة النهار، نوجه نداء إلى جميع المواطنين أنهم يعاونونا شوية، يعاونوا هذا الطواقم من خلال الالتزام بقواعد السلامة. نحن كل يوم نسجل أعداد في تزايد مستمر لمرضى الكوفيد 19. مساعدتنا واحترام الطواقم الطبية والشبه الطبية التي هي تضحي كل يوم، وأنا أزن ما أكل. نتمنى المواطنين يحترموا قواعد السلامة ويحترموا الأطباء والممرضين، يقفوا معنا معنويا ويقدروا الظروف اللي رانا نكافحوا.